Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulida Rahma min faslil alif. Ana sa'aqussu qissatan qasiratan tahtal mawdu. Hikayatun Nasri. Yuhka anna Nasron kana ya'ishu fi ihdal jibal wa yad'u 'ashahu 'ala qimmati ihdal ashjar wa kana 'ashun Nasri yahtawi 'ala arba'i baydatin summa حدث أن هز زلزال عنيف الأرض فسقطت بيضة من عش النسر وتدحرجت إلى أن استقرت في قنل للدجاج وظنت الدجاجات بأن عليها أن تحمي وتعتني ببيضة هذا النسر وتطوعت دجاجة كبيرة في السن للعناية بالبيضة إلى أن تفقس وفي أحد الأيام فقست بيضة وخرج منها نسر صغير جميل لكن هذا النسر بدأ يتربى على أنه دجاجة وأصبح يعرف أنه ليس إلا دجاجة وفي أحد الأيام وفيما كان يلعب في ساحة قن الدجاج شاهد مجموعة من نسور تحلق عاليا في السماء فتمنى هذا النسر لو كان يستطيع التحليق عاليا مثل هؤلاء النسور لكنه قوبل بضحكات الاستهزاء من دجاج قائلين له ما أنت سوى دجاجة ولم تستطيع التحليق عاليا مثل النسور وبعدها توقف النسر عن حلمه بالتحليق في الأعالي وآلمه اليأس ولم يلبث أن مات بعد أن عاش حياة طويلة مثل الدجاج.